مشاهدينا عبر عدسة لواء، نبدأ حلقتنا لليوم. اليوم الأجواء مختلفة، بدينا ندخل في الأجواء شوي الباردة، يعني نفس ما نقول هني أحلى شتاء في العالم تقدر تحصله وين؟ في تل مرعب. ونقول مرحبا وسهلا فيكم في حلقتنا لهذا اليوم ونبدأ. نشوف احد الكوفيات والمطاعم اللي موجودين هنا نتعرف. هاي I don't know Arabic please. Okay, speak English. Okay. How are you? I'm good. How are you? Where are you from? I'm from Uganda. Uganda. Yes. Okay. What are you doing here? I'm just making fruits and chocolates, coffee, everything. Yeah, anything you need, you have it. We have it here. What do you have here? What restaurant? We have strawberries. Huh? We have pancakes, crepes, and bananas. بناناس. يعني نفس ما خبرناكم كل شيء موجود. اوكي سيو، نفس ما خبرناكم كل شيء موجود هنا ومتواجد هنا في تل مرعب، كل المحلات اللي تحتاجونها تكون موجوده. هاي ماي فريند، هاو ار يو؟ ام فاين سير. وير ار يو فروم؟ ام فروم كاميرون. كاميرون، يو نو كاميرون؟ يس اي نو. وير از ات؟ ان ذا وورلد. يا لايا. What about here? What the weather here? Is it good? For the moment, the weather is nice. Yeah. It's becoming better. Better? Yes. You are happy here? I'm very happy. Very happy. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. أشوف الجماعة كيف مستانسين هني، مستانسين يديرون مشاريعهم هني، يتابعون، ونحن مكملين معاكم. نشوف التواجد، نشوف الناس المتواجدين هني، نشوف المحلات اللي موجودة هني في تل مرعب، والجو اليوم نفس ما تشوفون، جو حلو اليوم. مشاهدينا شوفوا كيف الناس مستانسين. يس يس. الوتر كافيه. الوتر كافيه. The best cafe in Liwa. Yes, you are in Liwa walk. This is a specialty coffee. الوتر كافيه، شوف كيف يحتفلون ومستانسين، يتريون الناس، اي حد يمر هني يستانس مع الجو هذا. يا يا ايه الوتر كافيه. الوتر كافيه. Welcome to الوتر كافيه. You welcome all. Please come to الوتر كافيه. Please come and visit. Please come. Tal. Egg up. شوف الشباب اللي جالسين هني كيف الحال؟ الله يعافيك. ايش حالك؟ الله يسلمك. الريال محمد جوسم الزعابي. والله النعم الزعابي. اكزوت. كلكم زعاب؟ اي نعم. لا هني خميرات. اي والله النعم. شو اجواء تل مرعب السنه؟ والله اجواء متميزه، وبعد غيبه سنه اشياء وايد طورت. اشتقنا للاجواء. يعني شكلك انت كل سنه تكون هني موجود. اي الحمد لله كل سنه نحضر. يعني الاجواء هني من الاخر. عالي العال. نقدر نقول ان هذا هو الصح؟ هذا هو الصبح طحما. الله يسعدك. يسعد لي جوكم شباب. السلام عليكم. كيف الحال خوش امه؟ ايش حالكم؟ الله يعافيك. مرحبا. مساكم بخير. عندك ابراهيم. ابراهيم عندك ابراهيم. والله والنعم. ابراهيم ايش حالك؟ الله يطول عمرك. ايش حالك؟ مساكم بخير. خير الحمد لله. هو هذا الملك حندور عليه. وين الملك؟ هو هذا ابراهيم. شو حالك؟ الله يطول عمرك. شو الاجواء؟ وايد زينه الحمد لله، اللهم لك الحمد. انت كل سنه هني؟ نعم كل سنه. اذا بتكلم من 2001 2002 2002 تقريبا. ما ان شاء الله. يعني نحن بنعرف شو السنه، شو التغيرات هالسنه، شو رايك فيها؟ كل شيء زين الحمد لله. يعني الشوارع الجديده اللي سوونا اياها ما قصر الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه، امور طيبه، كل شيء تنظيم، منهم عبد الله بطي، حمدان المزروعي ما قصروا صراحة، من تنظيم، من فعاليات، من كوفيات، كل شيء الحمد لله. والشرطة جزاهم الله خير مو مقصرين معانا بعد. يعني هني كل شيء، نقول نحن كل شيء متواجد هني وكل شيء متوفر. نعم الحمد لله كل شيء، إذا بغيت مستشفى موجود. يعني كل شيء هني موجود في المرعب. شكرا، جزاك الله خير إبراهيم. شكرا شباب. مشاهدينا تشوف تجمع الناس هاي الموجودين هني،
يعني هم ياسين مستانسين، يقول لك كل شيء هني موجود وكل شيء متوفر، ما يحتاج يطلع يجلس موسم كامل هني ويتعايش مع الجو ويعيش جوه ويعيش اللحظة كلها كاملة، وهذا هو الصح. شوف احد المتواجدين هنا معانا، السلام عليكم. مرحبا ومسهلا يا اخوي، كيف الحال؟ الله يعافيك. سلم، شكلك تطرش اللوكيشن حق حد تقول له تعال. اكيد لازم. اكيد. شو رايك في الجو هنا في المرعب؟ الاجواء عالميه، حتى مع العي عالميه، مع الشمال هذه القويه عالميه. يعني اليوم الجو شوي حلو، ابرد شوي اليوم. ابرد وابرد اليوم، اليوم درجه حراره اذا ما وصلت 9 ما اعرف شيء. مرحبا والله، انت من وين؟ من ليوا. من ليوا صحيح. يعني هالليوي يقول لكم تعالوا هني في ليوا؟ اكيد لازم، مسوي مخيم نحن هني عشان سبب الزحمه، عشان ناس تيجي. ايوه زين، بسالك شو السنه التنظيم هذا اللي هني موجود، شو رايك فيه؟ السنه توب. توب توب، الترتيب والنظام وكل شيء حلو، بس في حاجه واحده ما رتبوها. شو اسمه اللي هني سووه؟ الشعبي. أيوة. السوق الشعبي ما سووه. في السوق شعبي. لا بس ما سووا تركات فيه وهذا. لا هم ترى مشو حطوا تركات، حطوه في صوب والسوق الشعبي هذا خلوه هناك. ما طبخ وهاي الاشياء. هاي يمكن بيدخلون يمكن الاسبوع الجاي. يا الله يا رب. هذا في البرنامج موجود الاسبوع الجاي. يعني في برامج هنية، يعني مثلا الحلبة، الطيور، الهجن، يعني كل الشغلات. كل شيء توب بنظام السنة حلو، حتى حاطين حق الناس اللي مدل، حاطين هدد اليوم الحمام، حاطين لافتات على هدد الحمام، على الاشياء، على النظام، على الترتيبات. حلو، كل شيء منظم 100%، حتى نظام الشرطه ومع الناس. متفوق السنه، متفوق وايد. تسلم يا اخوي، تشرفنا معاك في برنامج عدسه ليوا ومكملين حن. يلا شيء خاطرك؟ يلا تعال. السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ايش حالكم؟ تمام الحمد لله. يا مرحبا وسهلا. مرحبتين. هذا زعلان؟ حظي نصيبي يتعند الزعلان. من الفرحان انت؟ لا انا فرحان. انت لابس هاللون ومبسط، انت اللي فرحان. لا تشوف شباب كلهم مبتسمين ما شاء الله. زعلانين يا رجال. ليش؟ كل واحد مفارق ابو ظبي، مخلي حرمته ولا مخلي ربعته خلاص. والله ظني مفتكين شاردين عنهم. شاردين. اقول لك فتره نقاهه هني، خليك هني تتغير جو. ايوه تبعد من الزحمه، تبعد من الاتنشن والضيق وهذا، وتغير شويه جو اسبوعين هنا. لا فعليك. كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. شو اجواء الملعب السنه؟ والله العظيم غير طبيعي. ترك حلفت؟ نعم والله. السنه هاي غير. يعني هذا هو الصح؟ نعم، وشوفتك مره احلى عن ملعب. افعلك. تسلم الغالي. عليك. يسعد لي جوكم. افعلك. شو تقول الجمهور اللي ياسي يشوفونك؟ والله الجمهور حياكم مرعب في اي وقت. ومرعب ترحب فيكم مرة. تسلم. يلا تلاقي على خير. مشاهدينا شوفوا الجماعة يارسين هني يشوفون الكوفيات، اختار الكوفي اللي تباه، اختار الشيء اللي تحبه بتحصله، سواء كوفي سواء مطاعم كلها موجودة هني. هاي برادر، هاو ار يو؟ جود. وات دو يو هاف هير ان تلمرعب؟ وي هاف برجر، فرنش فرايز اونلي. اوكي برجر، فرنش فرايز. هذا متخصص. اوكي ثانك يو. هذا متخصص في الاشياء البرجر، عنده برجر يعني يتميز فيه ويمارس فيه هو بروحه. السلام عليكم، كيف حالك؟ تعب نسولف معاك. بتروح تعب بس كلمتين. ايش حالك؟ بخير الحمد لله. شو الاخبار؟ بخير. شكلك عندك دراجه. ايه. شوف مبين. شو الدراجات عندك؟ 250. اوه يسعد لي جوك. كل سنه انت هني؟ ايه. تستانس هني؟ نعم. يعني شو المهرجان هني حلو؟ احلى شيء. تقول للناس، تقول لهم تعالوا هني؟ تعالوا. قول لهم هذا هو الصح. هذا هو الصح. تسلم. يلا استانس. مرحبا. حياك الله، الله يحييك ان شاء الله. الحال؟ يسلمك ان شاء الله. يسعد لي جوك بهالجمس هذا. الله يسعد ايامك ان شاء الله. تشرفنا بلقاكم، الله يسعدكم. من الريال؟ سعيد القحطاني. والله والنعم. شو رايك في تل مرعب؟ والله شيء فوق الخيال الصراحه، من ترتيب وتنظيم تشكرون عليها الامارات الصراحه. شو تقول للجمهور الحين؟ شو تقول انت يعني يارس هني ويا تستمتع وتشوف النقاه هني الناس يلعبون واللي بيطلع واللي بيستمتع، شو تقول للمشاهدين اللي يارس بعده ما يهني ما وصل؟ اقول اللي ما جاء فاته نص عمره،
يلحق بس. تسلم. يلحق يجي تطمش ويشوف، ومكان الصراحة فوق رائع الصراحة. بيض الله وجهك وتشرفنا بلقاك، يوم سعيد. هذه الناس اللي متواجدين هني جالسين يشوفون ويعاصرون ويشوفون ويقولوا لكم تعالوا، اللي ما جاء فاته نص عمره. نفس ما خبرناكم يعني تواجد هني من كل الاعمار موجودين هني. شوف هالجروب اللي هني جالسين. من اسمك؟ احمد. من اسمك؟ عبد الله. وانت؟ هيان. انت نهيان؟ هيان. وانت؟ ذياب. وانت من اسمك؟ محمد. تيشيرتك حلو. ها؟ تيشيرتك حلو. الحمد لله. الحمد لله. يا مرحبا. انت جاي هني عند هلكم؟ نعم. شو عندكم دراجات؟ عندي انا دراجة 100. 100. 100. تخمس فيها؟ ها؟ تخمس؟ ايوه. ما تغرز؟ لا ما تغرز. 100 تغرز هني. لا لا دراجة قوية. بس تحت ما تطلع فوق. لا حط لها جرافات. اوه يعرف يضبط ويزود. انت عندك دراجة؟ ايوه. والله شكلك عندك سكوتر انت. لا بأس. عندك سكوتر؟ ايوه عندي سكوتر بعد. ايوه. زين زين شوفوا كيف يارسين مستانسين. عندك شو بعد؟ البس النظارة مالك. ايوه. عندك 150؟ ايوه. يعني تسبق عبد الله؟ ايوه. يعني احمد يسبق عبد الله؟ ايوه. ايوه. يلا زين. المهم شوفوا كيف معانا كل الفئات العمرية يارسين هني، يبون دراجاتهم يستمتعون في الاجواء ومكملين معاكم. مشاهدينا الكرام نشوف احد الشباب اللي موجودين هنا عندنا في تل مرعب، كيف الحال؟ الله يسلم. ايش حالك؟ الحمد لله الله يسلم. يطربك هالصوت يطربك. اي والله. انتوا جايين هنا عشان تسمعون الاصوات تستانسون تطلعون. طيب روح عليه روح عليه ابويا على هواك. لحيه. كيف الحال؟ خير الله يعافيك. ايش حالك؟ ايش حالك؟ نعم الله يعافيك. هذا انذار انك تدخل علينا في اللقاء صح؟ اي نعم. شو جوك؟ والله جوي هذا. والله يسعد. والله انه جو انه طر. كيتي ام 450 20 20 طويل العمر على 20 لواء. برنامج رائع وتنظيم فنان. الله يطول عمار الشيوخ ما قصروا. وكله تمام. من سلامه من ضحك من سوالف. كله موفر. يعني اسبوعين شوي عليها المهرجان تباع اكثر؟ نعم والله لو يتم شهر كامل بعده ما يسده. شهر ما يسده، العالم تي من كل مكان، من السعوديه من الكويت. من الدولة من شتى أنحاء الإمارات يجون لهالمكان هذا، والمكان ما شاء الله مرتب، والحنبة من القيادة وإنهم يخلون المهرجان هذا شوي أطول. فترة أطول ها؟ إي نعم. بس ما صوتي يوصل وما بتقصرون. إن شاء الله. بس ما شاء الله عليك أنت سيفتي فل ومستانس بدراجتك تطلع وتروح وعندك جروبك ومستانس. الحمد لله اللهم لك الحمد. الشباب كروزات حول 10 كروزات. يعني نقدر نقول ان هذا هو الصح؟ اكيد هذا الصح. هذا هو الصح. هذا هو الصح. شو هذا هو الصح؟ هذا هو الصح والله. هذا هو الصح. من عدسة ليوة ترصد تشوف اراء الناس وتشوف يعني تواجدهم هني في تل مرعب ومكملين معاكم. نشوف باقي الاجواء الموجودة هني معانا. كيف الحال؟ عافيك سلمك. ايش حالك؟ خير الله يسلمك. كيف الحال وخوشم؟ يا مرحبا. سعد لي جوك. الله يسعدك. هذا المطعم ضبط جلسات كانك ياسف عزبه صح؟ نعم. شو الاجواء هني عندك؟ والله الاجواء طيبه. شفت انت المرعب من هني؟ طالع وياسف تشرب كوفي؟ نعم. ومبسط؟ نعم. من وين انت؟ من هالليواء. من هالليواء؟ نعم. شو رايك في الاجواء السنه؟ تختلف؟ والله الاجواء طيبه. شو بعد؟ يعني مستانس. شو تقول للجمهور؟ تقول للناس يعني تشجع يعني اذا عندك حد جاينك ضيف يبغى يغير جو شو بتقول؟ بتقول له تعال هني؟ نعم والله اكيد. مرعب ما يحتاج. كل شيء متوفر هني صح؟ كل شيء موجود، كل شيء تبغاه موجود. بيض الله وجهك وتسلم تسلم. شكرا يا ياسين بسطين الشباب يشرب كوفي وشوف تل مرعب مكملين معاكم. مشاهدينا الكرام شوفوا كيف الشباب هني يبون يلعبون. كيف الحال؟ بخير الحمد لله. من اسمك؟ فلاح منصوري. والله والنعم فلاح. والنعم في حالك. يعني تقدر تأجر هذه تأجرها ولا شو الدراجة؟ هاي تأجرها وتطلع هني تاخذ لك لفة تستانس تتعلم عشان تطلع بعدين فوق ها؟ صح.
بعدين بتاخذ لك دراجه بروحك؟ ايه. اي نوع من الدراجات تحب؟ رابتر. رابتر. الريال يعني يهني يتعلم ياخذ لفه، ويوم بيكبر بعدين عنده طموح انه ياخذ دراجه ويطلع فيها هو يروح فيها. تشرفنا فيك يا ولا. تشرفت فعلا. مشاهدينا الكرام شوفوا كيف تواجد الناس هني، يطلعون يلعبون ياخذون راحتهم، يتعلمون على الرمل، يتعلمون شو يسوون، وهلهم دائما يكونون عندهم هني يشوفونهم يراقبونهم يعني من بعيد. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يسلمك يا حياك الله. حالك ساك بخير؟ طيب الله يسلمك يا حياك الله. يا ولد سهني مبسط بهالاجواء الحلوه وتشوف العيال يلعبون هني. نعم نعم صحيح، عندي الولد يلعب يا طويل العمر. شو رايك بالاجواء هني؟ يعني اجواء المرعب يعني حلوه حق العوائل وحق الاطفال وحق الكبار وحق الصغار. نعم جميله طال عمرك، اجواء جميله شتويه، طلعات تغيير جو من البيت، اجواء جميله طال عمرك. انت اول موسم، اول مرتي هالموسم ولا جيت قبل؟ انا طال عمرك من سكان ليوا، يعني عايش في ابو ظبي بس يعني عندنا بيتنا وهني كل سنه هني متواجدين طال عمرك. يعني انت هالموسم ما تخلي، لازم تكون هني موجود تعيش هاللحظه هني وتغير جوك وتخلي العيال يستانسون هني. نعم صحيح صحيح. يسعد لي جوك، يعني نقدر نقول ان هذا هو الصح؟ والله اكيد الصح، بس تحت اشراف حق الاولاد والامور هذه لازم اشراف. يعني اللي يبغى يستمتع يستمتع هني بطريقه امنه، يعني هذا هو. نعم صحيح صحيح. تسلم شرفتنا. عدسه ليوا دائما ترصد الاجواء اللي موجوده هني في تل مرعب، وتل مرعب حق الشباب، حق العوائل، حق الاطفال، حق الكل يقدر يستانس ويعيش جوه هني، وهذا هو الصح.